الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لمعات في سماء الهجرة. ولد نبينا صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، ونشأ بها بين أهل مكة الذين كانوا يعبدون الأوثان. ولم يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صنما قبل أن يوحى إليه، بل ألهمه الله الإيمان بربه، لكنه لم يكن يعرف تفاصيل أحكام الشريعة، وعصمه الله من الكفر والكبائر وصغائر الخسة، ومن كل مخل بالتبليغ وما يزري بالمروءة، وكذلك جميع الأنبياء قبل النبوة وبعدها. وكان صلى الله عليه وسلم معروفا بين قومه بالصادق الأمين، لم تعرف عنه رذيلة قط، مع ما أوتي من شرف نسبه وحسن جماله وبهائه. وكان صلى الله عليه وسلم يختلي في غار حراء أحيانا بعيدا عن الأوثان وعبادها. ولما تم له من العمر 40 سنة، كان القرآن قد أنزل دفعة واحدة ليلة القدر في شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام على دفعات. وأول ما نزل عليه جبريل بالوحي كان في غار حراء، فعاد إلى خديجة زوجته فأخبرها، فآمنت، فكانت أول من آمن به من النساء، وأول من آمن به من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال، وكان يدعو إلى الله ويمر بين العرب المشركين حين كانوا يجتمعون في الموسم من نواحي شتى، وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويفهمهم أنه رسول الله. واشتد أذى قريش له ولأصحابه، فهاجر بعض أصحابه إلى الحبشة الهجرة الأولى، وكانوا نحو 80، ومن بينهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. ثم أمر بالهجرة إلى المدينة المنورة، وكانت تسمى يثرب، وكان قد أسلم معظم أهلها بعد أن جاء قسم منهم في العقبة الأولى والثانية فبايعوه، وبعث إليهم بعض أصحابه ليعلموهم دين الله وينشروا بينهم هذا الدين الحنيف. فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، محل ولادته التي كانت أحب بلاد الله إليه، يتحمل المشاق في سفره مع أبي بكر صاحبه، بعد أن أقام في مكة منذ البعثة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأقام بها 10 سنين بالإجماع. ثم إن ابتداء التاريخ الذي استعمله المسلمون بعد ذلك كان شهر المحرم من تلك السنة التي هاجر فيها. وفي السنة 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أنه حج غيرها، وسميت حجة الوداع لأنه توفي قائد هذه الأمة صلى الله عليه وسلم بعدها بنحو 80 يوما، في ضحى يوم الاثنين 12 خلد من شهر ربيع الأول عن 63 سنة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.